بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في فيديو جديد ومشروع جديد إن شاء الله نشرحه لحضراتكم. بس في البداية لو أول مرة بتشوف القناة، أتمنى ويشرفني أنك تشترك في القناة، وكمان لو حابب أن يوصلك جميع الفيديوهات والمشاريع أول بأول بتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك عشان ده بيفرق معانا جدا في ظهور الفيديو، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتعوض المجهود المبذول في عمل الفيديو. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن سلعة أو منتج من السلع الاستهلاكية، مفيش بيت بيخلو من هذه السلعة، وهي الزيوت الطعام. طبعا زيوت الطعام من السلع زي ما قلت لك الضرورية والاستهلاكية، وده اللي بيميزها عن اي سلعة تانية. هنتكلم ان شاء الله بشكل مفصل على خطوط الانتاج، ان هنعرض في الفيديو ان شاء الله نوعين من الماكينة اللي ممكن تستعملها في المنزل، ونوع لو انت ان شاء الله ربنا كرمك وقدرت ان انت يعني تمشي في المشروع بشكل كويس ويبقى لك اسم في السوق، في هذا الحال ان شاء الله هنعرض في نهاية الفيديو خط من الخطوط العالية الانتاجية. احنا في البداية طبعا زي اي مشروع بنبدأ باقل التكاليف، واقل التكاليف يعني الماكينة اللي قدام حضراتكم اللي انت بتستعملها ممكن في البيت، وده شيء رئيسي لان المشروع زي ما قلت لك من السلع الاستهلاكية. والحاجة التانية اللي بتميزه انه مش محتاج مكان كبير. طبعا موضوع ان انت تعمله في البيت فده برضو ميزة كبيرة، ان انت مش محتاج تراخيص، وانت مش محتاج ايجار للمكان اللي انت هتستعمل فيه الماكينة. كل شغلك هيعتمد فقط على التسويق، وهنتكلم بشكل مفصل على موضوع التسويق ان شاء الله. المشروع بتاع النهاردة زي ما قلت لك سلعة رئيسية ومحدش يقدر يستغني عنها. وعشان نقدر نشتغل في الزيوت لازم تعرف ايه هي انواع الزيوت. عندنا 3 انواع من الزيوت موجودين في السوق المصري حاليا او السوق العربي بوجه عام. النوع الاول من الزيوت هو زيت الخليط اللي موجود في السوق بشكل كبير، وده بيستخدم في القلي بجميع انواعه. الزيت ده عبارة عن خليط من زيوت خام بنسبة 30% مضاف ل 60 أو 70% زيوت تانية زي زيت الصويا وزيت الأولين وزيت الكتان بشكل كبير عشان يديله الشكل والملمس السميك بتاع الزيت. طبعا ده بيبقى أقل سعر من الزيوت التانية. عندنا النوع التاني وهو زيت عباد الشمس أو زيت الدوار الشمس، وده برضو بيكون عليه طلب كويس. النوع التالت هو زيت الذرة، وده بيكون برضو عليه طلب معين، ولكن النوعين زيت العباد الشمس وزيت الذرة بيستعملوا في الأكل أكتر من عملية القلي. الماكينة اللي قدام حضراتكم هي عبارة عن آلة ليها القدرة أن تستخرج الزيوت من البذور المختلفة بدرجة عالية من الدقة والنقاء، عشان بعد كده تبدأ تتعبى في أزايز أو زجاجات بسعات تتراوح من 50 ملي إلى 1 لتر عشان تكون بعد كده جاهزة للبيع. طبعا بكل تأكيد الزيوت المستخرجة زي ما قلنا من البذور المختلفة ليها طلب كبير، فبعيد عن طبعا الصناعات الطبية والتجميلية اللي بتتطلب كميات كبيرة ممكن تفوق طاقة المشروع، لأن زي ما قلنا الماكينة هنتكلم عليها النهاردة طاقتها الإنتاجية من 3 إلى 6 كيلو في الساعة. الاعتماد على الزيت طبعا بيبقى اكتر في موضوع الطبخ او القلي او الطهي. كمان من استعمالات الزيوت العناية بالشعر والبشرة والوصفات العلاجية. نتكلم رقم 1 على موقع مساحة المشروع. طبعا المشروع زي ما حضراتكم شايفين الماكينة حجمها صغير، فمش محتاج مكان كبير، ممكن تعمله في غرفة في البيت بتخصصها علشان حجم الماكينة الصغير والمواد الخام اللي انت هتشتغل بيها والمنتج النهائي والحاجات اللي انت هتستعملها في التعبئة زي الجراكن او الازايز الصغيرة. هنا في ملاحظة، لو انت كنت محتاج ترخيص المشروع فان طبعا شروط ترخيص مصانع استخراج الزيوت لا تقل المساحة عن 150 متر. عشان كده احنا في البداية هنبدأ بالعمل بهذه الماكينة من غرفة في المنزل، لكن لو حضرتك هتعمل ترخيص واجراءات قانونية فمن شروط الترخيص المساحة لا تقل عن 150 متر. هنا الماكينة عبارة عن آلة صغيرة، حجمها الطول 43 سم والعرض 17.5 سم والارتفاع 18.5 سم، وبتكون مصنوعة من مادة الفولاذ المقاوم للصدى، وبتشتغل على كهرباء المنزل زي ما قلت لك. ممكن تشتغل من البيت في اي غرفة، مش بتحتاج لجهد عالي. اللي بيميزها انها بتحصر البذور على البارد، وده افضل من ناحية جودة الانتاج. كمان فكرة عمل الماكينة على اساس وضع البذور النباتية من الاعلى،
لتقوم الآلة بعملية العصر ويتم استقبال الزيوت في إناء مخصص. وفكرة عمل الماكينة في الأساس إن هي وضع البذور من الأعلى عشان الماكينة تقوم بعصرها، وبيتم استقبال الزيوت في إناء مخصص، وعلى هذا الإناء بيكون في مصفى عشان تصفية الزيوت من بقايا البذور. كمان بيتم استقبال الفضلات اللي هي البذور المعصورة من جهة تانية، ودي ممكن تتجمع وتتباع كعلف للحيوانات. كمان بتحتوي لأنها تحتوي على نسبة من البروتين المرتفعة. في هنا ملاحظة مهمة جدا، إن سعر الماكينة على موقع علي إكسبريس أو المواقع عموما في حدود 240 دولار وتصل إلى 350 دولار. ده سعر الشراء فقط بدون أسعار الشحن أو الجمارك. لازم تحسب أسعار الشحن من الصين لبلدك، وكمان لازم تعرف نسبة الجمارك بتصل لكام عشان تجمع في الإجمالي المبلغ اللي أنت هتدفعه. بتدور في بلدك محلي، يعني بتشوف إذا كانت هل الماكينة متوفرة في بلدك ولا لأ، إنتاج محلي. لو لقيتها عند شركة متخصصة بتقارن السعر الخارجي مع الاستيراد مع السعر المحلي، وتشوف ايه الافضل من ناحية المواصفات من ناحية السعر. طبعا لو اشتريتها من موقع علي بابا انت هتستنى في حدود مثلا حوالي من 30 ل 50 يوم، لكن الشراء المحلي بتكون الماكينة موجودة وجاهزة، لكن لازم تكون مواصفاتها مواصفات كويسة. لو اتكلمنا على الانتاجية بتاعت الماكينة، عندنا المتوسط او القدرة الانتاجية الماكينة تتراوح من 3 الى 6 كيلو في الساعة. لكن من الافضل ليك كصاحب مشروع جديد ان انت بتعمل في البداية على استخلاص الزيوت الاقل تكلفة والاكثر طلب، وبمرور الوقت لو اكتسبت عملاء محددين ان شاء الله واكتسبت خبرات وشهرة، ممكن انت تنتج لصالح اي نوع من انواع الزيوت حتى لو سعره مرتفع. وطبعا ده بيحتاج منك ان انت تتوسع في خط الانتاج والتراخيص، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في نهاية الفيديو، في خط انتاج اوتوماتيك بيشتغل من الالف للياء بشكل اوتوماتيك، غير طبعا الماكينات اللي قدام حضراتكم دي. زي ما قلنا ان الماكينات اللي انت بتبدأ بيها مشروعك عشان بتكون رخيصة في السعر، وبالتالي رأس المال قليل. ودي ملاحظة مهمة جدا، ان انت لو حبيت ترخص المشروع وتعمل علامة تجارية لنفسك، طبعا ولو كان عندك زي ما قلت لك عملاء بشكل كبير عاوز ترخص بشكل قانوني، فطبعا الماكينة اللي قدام حضراتكم دي 3 الى 6 كيلو في الساعة مش هتكون كافية. لازم هنا تطور نفسك وتحدث نفسك بآلة اكبر بانتاجية تصل الى 800 لتر في اليوم او اكتر. بالنسبة للتسويق والمبيعات، ودي حاجة مهمة جدا لأي مشروع، ممكن تسوق منتجاتك من خلال الدعاية والإعلان والتسويق الشخصي للأفراد والمحلات في المنطقة اللي انت ساكن فيها. كمان ممكن تبيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، ودي حاجة مهمة جدا، ان انت بتعمل اعلان مدفوع على الفيسبوك مثلا او تويتر، وبتعمل دعاية لنفسك عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. طبعا بمرور الوقت ومع شهرة المشروع هتلاقي في عملاء كتير، من بينهم اللي بيطلب كميات كبيرة ومنهم بيطلب التوريد باستمرار. طبعا زي ما قلت لك في الحالة دي انت بتحتاج طاقة انتاجية اعلى، وفي كمان الارباح المشروع بتزيد معاك. عندنا الاوزان المنتشرة في السوق، في اللتر وفي مناطق فيها 750 ملي وفي 850 ملي. طبعا السوائل بتتقاس بالملي، الالف ملي بيساوي حوالي 950 جرام تقريبا، يعني متقارب من الكيلو. لكن عموما الاوزان اللي هي بتبقى عليه طلب كتير، الواحد لتر 750 ملي دول اكتر وزنين بيبقى عليهم طلب في تعبئة الزيوت. لو جينا اتكلمنا على اسعار الماكينات والطاقة الانتاجية لكل ماكينة، عندنا في اكتر من نوع من الماكينات قدام حضراتكم في الفيديو، عرضنا نوعين وفي غير خط الانتاج الاوتوماتيك. طبعا احنا بنركز على الماكينات الصغيرة كبداية للمشروع. اول نوع من الماكينات الانتاجية طاقة انتاجية 3 كيلو في الساعة، ودي سعرها بيتراوح في حدود 10,000 جنيه مصري. الماكينة الثانية الطاقة الانتاجية 8 كيلو في الساعة، ودي سعرها يتراوح حوالي 19,000 جنيه مصري. الماكينة الثالثة طاقة الانتاجية 18 كيلو في الساعة، ودي سعرها حوالي 55,000 جنيه. كده عندنا ثلاث انواع من الماكينات ممكن تبدأ
بيهم زي ما تحب في بداية المشروع. وبعد كده طبعا في خطوط الانتاجية الاوتوماتيك اللي احنا عرضناها في الفيديو في مرحلة تنمية الفيديو، وزي ما قلنا الماكينة بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. الاماكن اللي احنا ممكن نوزع فيها زي ما قلنا محلات الزيوت والتجميل والعطارة، بتطلب الزيوت بكميات كبيرة، زيوت البيور. وطبعا احنا زي ما قلنا ان الماكينة من اهم مميزاتها ان هي بتطلع الزيت زيت بيور خالي من اي شوائب وخالي من اي اضافات. الحاجة التانية عندنا محلات وشركات العطور، ودي برضو حاجة مهمة جدا ان العطور من المنتج الرئيسي عندها الزيوت. في صناعة العطور بيحتاجوه بكميات كبيرة الزيوت البيور. الحاجة التالتة شركات تصنيع ادوات التجميل. الرابعة التسويق زي ما قلنا اونلاين باعلان ممول، وده مهم جدا في الوقت الحالي. التسويق من النوع ده ليه اثر كبير واثر ايجابي في تسويق المنتجات بشكل سريع. كمان شركات الادوية، عندنا ادوية كتير وكريمات ومنتجات طبية كتير بتستخدم فيها زيوت البيور. طبعا انت ممكن تروج للمنتج بهذه الطريقة. انواع الزيوت المطلوبة في السوق المحلي او سوق التصدير عندنا اكتر من نوع. عندنا زيت حبة البركة وزيت جوز الهند وزيت السمسم واللوز، وطبعا زيت الزيتون وزيت الخردل وزيت الجرجير. وطبعا لو دخلت في المجال وانت بتشوف هتعرف ايه المطلوب في السوق، اكتر نوع مطلوب في السوق تبدأ تشتغل عليه. ده كان فيديو النهاردة اعزائي المشاهدين، اتمنى ان انتوا تكونوا يعني خدتوا فكرة كويسة عن المشروع واستفدتوا منها، وان شاء الله بالتوفيق. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.